ال juridic hearing syndrome thrombotic thrombocytopenic purpura كلها تيجي بالبيكسر بتاعة thrombotic microangiopathy خلاص. ففي النهاية ساعات الانشقاق thrombotic microangiopathy وكوريليت بقى انتوا مع الكلينيكال يمشي مع ايه يعني، لكن هي كباثولوجي هيديني نفس البيكسر. الباثوجينيز بيختلف بس في النهاية ممكن الاقي البيكسر بالميكروسكوب واحد. فنقول ان الثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي ده ديزيز كاركترايز كلينيكالي باي ترايات مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا. يعني ايه مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا؟ يعني ايه؟ يعني مش حاجه بتروح تكسر ريد سيلز زي اميون مثلا رياكشن او كده، لا ده نتيجه ايه؟ ديفكت في الهول بتاع او مشكله حصلت او انجري حصل في الهول بتاع الفيزلز فبيحصل ايه الهيموليسيس ده، فبتدينا هيموليتيك انيميا. مايكرو انجيوباثيك حاجه ريليتد انجيو يعني ريليتد للفيزلز، الفيزلز الصغيره بالذات. مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا ثرومبوسايتوبينيا هتقل الايه البليتس لانها بتاجريجيت واند اكيوت رينال فيلر. Thrombotic microangiopathy is not a diagnosis. It is a common histological pattern of multiple disease entities. لما ما اعرفش بقى بالظبط اني ديزيز بروح كاتباه، ومع انتوا بقى مع الكلينيكال بتقدروا يمكن تعرفوا او ما نعرفش، في النهايه بيبقى ايه المانجمنت تقريبا واحد. Depending on the predominant distribution of the lesion. من الحاجات اللي بتساعد ان انا هل الليجن في الكيدني ولا في السيستمز كلها، في السي ان اس مثلا، في اذر سيستمز. الهيموليتيك يوريميك، حتى الهيموليتيك يوريميك ده اساسا ايه افكتنج الكيدني، لكن هل هو مثلا في السي ان اس ده اكتر في ايه؟ مع الثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربر. فبيقول ان الثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي هيشمل تو مين ديزيزز، تو مين بارامترز، عندي ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا وهيموليتيك يوريميك سيندروم. ثرومبوتيك سايتوبينيك بيربرا اوكيرز مينلي ان ادلتس كاركترايز باي سيفير نيورولوجيكال انفولفمنت اند موست كيسز اند فاريبل ايه؟ ان موست كيسز اند فاريبل رينال انفولفمنت. بس اساسا بيبقى على سيستمك على الاورجنز ايه خارج الكيدني. In some patients feature of hemolytic uremic syndrome coexist مع thrombotic microangiopathy مع thrombotic thrombocytopenic purpura. يبقى عندي في بنتات يعني خمس manifestations بس اعتقد قليل ما بيتجمعوا مع بعض. Microangiopathic hemolytic anemia thrombotic thrombocytopenia renal injury thrombosis in capillaries and arterioles platelet fibrin and thrombi in interglobular and renal arteries and glomeruli necrosis في الفيزل فور. هنشوف الكلام ده بقى ايه كله بالتفصيل. نقول ان الثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربورا المشكله في الكواجوليشن باثواي. الهيموليتيك يوريميك سندروم المشكله في الكومبلمنت باثواي اللي هي اللي انا قلتها لكم امبارح بتاعه الكومبلمنت باثواي. لازم نعيدها تاني عشان نفهم ايه الكلام ده. يبقى الهيموليتيك يوريميك سيندروم يبقى المشكله في ايه؟ في الكومبلمنت باثواي. في ايه بالظبط في الكومبلمنت باثواي؟ في الفاكتور اتش. في انهي جزء من الفاكتور اتش؟ احنا قلناها الاثنين في الاخر. هنرجع نعيدها تاني علشان هتقولوا بقى ايه؟ انت قلنا فاكتور اتش عمل لنا دنس ديبوزيت ديزيز، النهارده بقى جايين نقول هيعمل الهيموليتيك يوريميك سندروم. احنا قلنا ان في جزء منه خاص بايه؟ بالسيره، وده اللي بيسبب الدنس ديبوزيت ديزيز، وجزء تاني خاص بالسيرفس بتاع السيلز، وده اللي بيعمل ايه؟ الهيموليتيك يوريميك سندروم. يبقى الثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا المشكله هتبقى في الايه؟ في الكواجيوليشن باثواي. الهيموليتيك يوريميك سندروم المشكله هتبقى في ايه؟ في الكومبلمنت باثواي. في ايه بالظبط بقى؟ هنا في الابنورمال فاكتور اتش. امال في الثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا الباثوجينيسيس في ايه؟ في ابنورمال بون والجراوند فاكتور. خلاص؟ يبقى ده ايه؟ التو ديزيز اللي بنتكلم عنها. فاكرين دي؟ بنقول ان الكومبلمنت الكلاسيك كومبلمنت باثواي الكومبلمنت اكتيفيشن. طب كان في هنا
يبقى بالكلاسيك كومبلمنت باس واي او باللكتين باس واي، ماشي، او باللكتين باس واي. الكلاسيك كومبلمنت باس واي ده هيتعرف على الانتيجين انتي بودي كومبلكس، مين اللي مسؤول عن الريكوجنيشن؟ السي 1 2 هيتعرف عليه. يقوم يحصل ايه لما الانتي انتي بودي مع بعضين هيتعرف عليه السي 1 2 هيبدا ايه اكتيفيت كومبلمنت ايه 4 هيقسمه لايه 4A و C4B هناخد منه C4B ده. بعد كده هيأكتيفيت كومبلمنت 2 كومبلمنت 2 ل2A و2B هاخد منه ايه ال2A. حصلت على الايه على الجزء ده، الجزء ده اسمه ايه C3 كونفرتيز، بيتحول مسؤول عن كليفج اوف C3، هيكليف C3 لايه C3 هيقسمه لايه C3A C3B. هناخد C3B يضاف مع الجزء ده ويدينا ايه C4B C2A 3B ده اللي هو 5 كونفرتيز C5 كونفرتيز اوف كلاسيك باسواي. ليه هو اوف كلاسيك باسواي؟ لانه واضح فيه ايه الايرلي كومبوننتس، الايرلي كومبوننتس اللي هما B اللي هو C4 و C2 و2A واضحين فيه، يبقى ده خلاص، يبقى ده C5 كونفرتيز of the classic pathway. الليكتين باسواي بيعمل نفس الكلام بس بيعدي خطوه الاميونوجلوبولين يخش على طول على السي 4 ويمشي نفس الباسواي ده. الالترناتيف كومبلمنت باسواي قلنا ان هو اكتف على طول، شغال على طول كونتينوسلي اكتف علشان يضمن سرعه الايه الريسبونس وضد الايه البكتيريا وكده. فبيعمل ايه على طول الالترناتيف كومبلمنت باسواي ده بيكليف على طول السي 3، ماشي، يدينا سي 3 بي، وبعد كده بيجي فاكتور بي يضاف عليه بي كابتر، يبقى سي 3 بي يضاف عليه بي كابتر، ويجي فاكتور دي ينقص حته من فاكتور بي يبقى عندي بي سمول اهيت. وبعد كده في امبليفيكيشن استمرار للسي 3 بي، ها يعمل باستمرار عمال بالسي 3 هنا ده، يبقى ده برضه كونفرتيز بس ايه C3 كونفرتيز اوف ذا الترناتيف كومبلمنت باس واي، ما فيهوش الايه الايرلي كومبلمنت كومبوننت مش موجوده فيه. بيامبليفاي كمان تاني، يفضل يكسر في C3 ويضيف عليه لحد ما بايه عندنا هنا اكون لي C5 كونفرتيز اوف ذا الترناتيف كومبلمنت باس واي. مكوناته عباره عن ايه؟ مكوناته عباره عن C3B small B capital B small، عمال بقى يضيف عليه C3 كمان، ها؟ فده ايه؟ هيسميه C5 converters of the alternative complement pathway، هيأكتيفيت 5 C complement 5 لحد 9 ويبقى ده اللي هو الايه الميجور كومبلكس اللي يعمل لايسنس للسيلز. رجعنا كده لايه؟ الباثواي بتاع الكومبلمنت. نرجع تاني بقى للحاجات اللي احنا بنقولها. خلاص احنا بقى ما فهمنا الكلام ده خلاص. بنقول ان الالترناتيف كومبلمنت باث واي لازم حاجه تعمل له ايه؟ تعمل له سبريشن، لازم يبقى سبريس الانفكشن على طول كونتينوسلي اكتف. هو بيبقى اكتف لما يحتاجه، اذا في توازن في الطبيعه ما بين احتياجات الجسم للاكتف سي 3 وبين انه تعمل له سبريشن. مين في فاكتورز كتير تعمل سبريشن؟ قلنا منها ايه؟ فاكتور اتش، ماشي، وفي فاكتور اي، وفي فاكتور اي ريليتد، بس اهم حاجه عندنا ايه اللي هو فاكتور اتش ده النورمال انهبيتور لايه؟ بينهبت السي 3 كونفرتيز اوف ذا الترناتيف كومبلمنت باث واي اللي هو الهرمون اللي هو ده. ايه اللي عرفنا ان هو ده الترناتيف كومبلمنت باث واي؟ ما فيهوش ايه؟ الايرلي كومبلمنت كومبوننتس. خلاص؟ طب لما بيحصل اكتيفيشن للكومبلمنت هيدينا اكتيفيشن للكومبلمنت للسي 5، وبعد كده السي 5 نفسه ده بوتن انافيلاتوكسن، بيعمل كيموتاكسس، بيبقى برو انفلاماتوري، بيعمل اندوثيليال اكتيفيشن، بيساعد الثرومبوزس،
في النهايه بيحصل انافيلاكسيس وانفلاميشن وثرومبوز. دي نواتج الاكتيفيشن بتاع الكومبلمنت. يبقى لو الكومبلمنت بقى اكتيفيتد بدون داعي ومن غير لازمه وزياده، ده اللي هيحصل، ويحصل ايه؟ ديستراكشن للاندوثيليال سيلز وثرومبوز. برضو ده بالسي 5 اي لوحده، لكن بالممبرين اتاك كومبلكس على بعضيه برضو بيحصل هيموليسيس وانفلاميشن وثرومبوز. يبقى ده خطر جدا ان يتساب الكومبلمنت اكتف بدون داعي. خلاص ده ايه الميكانيزم بتاعتنا، مش هنقولها بقى تاني، خلاص دي اللي احنا حفظناها لحد ما وصلنا لكده. فنقول نورمالي ان احنا عندنا ايه؟ انهبيتورز. الانهبيتورز دي زي ما قلنا اللي هي فاكتور اتش واتش ريليتد وفاكتور اي. الكومبلمنت سي نفريتك فاكتور، فاكرين كان الميكانيزم بتاعته ايه؟ فاكرين الميكانيزم بتاع الكومبلمنت سي كومبتيتف انهبيشن لفاكتور اتش. يجي فاكتور اتش يتحد مع سي 3 كونفرتيز يلاقي السكه مقفوله، حاجه بداله شبيهه لوفن ستراكشر حلت محله مع كونفرتيز، ما يعرفش يعمل له سبريشن. ده اللي هو الكومب سي 3 نفريتك فاكتور. نعم دكتور؟ كده خلي فيه اكتيفيشن باستمرار. على طول هو اكتيف، مفيش حاجه، مش عارف الفاكتور اتش مش عارف توصل له، لان في حاجه عامله كومبتيتف انهبيشن لوف. قلنا ده فاكتور اتش. الدومين الاولاني الاربعه الاولانيين، الاربعه ريبيتس الاولانيين دولت مسؤولين عن ريجوليشن اوف كومبلمنت فين؟ في السيرم. بيبقى دولت مسؤولين عن انهبيشن للاكسسيف كومبلمنت ستيميوليشن في السيرم. طيب ماشي، لو ده في ديفكت هيدينا الايه؟ اللي هو دنس ديبوزيت ديزيز. خلاص الفاكتور اتش اخر تو دومينز فيه 19 و20 دولت بيعملوا ايه؟ بيدخلوا ما بين السي 3 دي وبين الايه؟ السيرفس اللي هيكسره، يعني بين الكومبلمنت وبين الايه؟ وبين السيرفس، ويمنع تاثير الكومبلمنت على السيرفس. يبقى ده بيشتغل ايه؟ الجزء الاخراني ده اللي هو 19 و20 ده بيشتغل لوكالي على الايه؟ على السيرفس بتاع الاندوثيليال سيلز، وعلى ايه؟ على اي سيرفس الكومبلمنت هيلزق فيه. لكن ده بيشتغل على السيرفس بتاع الهوست بس بتاع الانسان. ماشي؟ ساعات في بعض البكتيريا تتحايل ومفروض ما بيشتغلش عليهم، تتحايل وتغطي نفسها بطريقه معينه بحيث ايه؟ تستخدمه بحيث تخش الايفكت اوف كومبلمنت عليها هي، يبقى بتحمي نفسها وبتستخدمه. ده ابيوز للايه؟ للفاكتور اتش بواسطه البكتيريا. فالفاكتور اتش قلنا ده الجزء ده ريجوليشن على السيرفس، والجزء ده ريجوليشن في ايه؟ في البلازما. يبقى ديفيشنسي اوف فاكتور اتش ممكن الدومين الاربعه الاولانيين لو هم جينيتيكالي اب نورمال يعملوا ايه؟ دنس ديبوز ديزيز. لو الاثنين الاخرانيين هم اللي اب نورمال يحصل ايه؟ دامج للاندوثيليوم. خلاص؟ دامج للاندوثيليوم وفيها ثرومبوزس، ادي ثرومبوتيك مايكرو انجيومسي يبدا بالطريقه دي. قلنا بقى ايه الكلام ده؟ وبنقول ان فاكتور اتش ايه؟ هنا هو بينهبت الايه؟ السي 5 كونفرتيز. ماشي؟ بس السي 3 نفريتك فاكتور هو ده بيعمل الكومبتيتف انهبيشن فبيمنع الفاكتور اتش. المفروض ان في توازن ما بين الانهبيشن اللوس اوف فانكشن والجين اوف فانكشن، بين الاكتيفيشن وبين الايه؟ السيميليشن بتاع الفاكتور اتش. يبقى ديكريز فاكتور اتش او في وجود السي 3 نفريتك فاكتور او هيريديتري ابنورماليتيز في فاكتور اتش، كل ده هيؤدي للوس ايه؟ اوف فانكشن اوف فاكتور اتش. ده دنس ديبوزيت ديزيز. خلاص؟ طيب بنقول بقى هنا ايه الباثوجينيسيس ازاي؟ الثرومبوتيك مايكرو انجيوبس، عندي ثرومبوتيك مايكرو انجيوبس يا اما يكون هيموليتيك يوريميك سيندروم. ماشي؟ تيبيكال ديزيز اللي هو دايريا ريليتد. هيموليتيك يوريميك سيندروم ده ديزيز كاركترايز باي هيموليتيك انيميا اكيوت رينال فيلير اند ثرومبوسايتوبينيا بريدومينتلي بات نوت اكسكلوسيفلي افكتد تشيلدرن. وبيبقى عندي هنا ايه؟ فايبرين ريتش ريد سيل ريتش ثرومباي، يعني ثرومباي عاديه بتاعت الكواجيليشن فايبرين وريد سيلز، ودي بتبقى كونفايند للكيدني. ما ننساش الهيموليتيك يوريميك سيندروم كونفايند تو ذا كيدني، وهنقول ليه بالذات الكيدني. اند بتبقى اوفن سيفيرلي افكتد، مفيش بنكرياس، مفيش ادرينال، مفيش سي ان اس اند او هارت انفولفمنت. يبقى دي ريليتد لايه؟ التيبيكال ريليتد للاتيبيكال هيموليتيك يوريميك سيندروم بيبقى فيها ايه؟ مالهاش دعوه بالدايريه، ملهاش دعوه بالانفكشن، يبقى في اكسسيف كومبلمنت اكتيفيشن، يبقى سببها ايه؟
فاكتورينش ده اكسسيف كومبلمنت اكتيفيشن نتيجه ايه؟ كومبلمنت انهيرتد واكوايرد ابنورماليتيز افكتيف كومبوننتس اوف ذا الترناتيف كومبلمنت باس واي. فبالتالي ايه؟ يحصل الانجري لان الكومبلمنت على طول اكتيف. طيب الثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا دي الحاجه اللي بيسد الكابيلاريز هنا بليتلت ريتش ثرومباي. يبقى ثرومباي مكونه من ايه؟ من بليتلتس بليتلت ريتش ثرومباي وبيبقى في الهارت في الكيدني في البنكرياس في الادرينال ماشي. مفيش بيرمننت دامج في الكيدني، الكيدني اقل غير الهيموليتيك يوريميك سيندروم. بقى في عندنا اكسسيف كونسامشن لايه؟ البليتلتس بيكون كميات كبيره من البليتلتس ثرومباي وبالتالي ثرومبوسيتوبينيا هنا بتبقى مارك. فبنقول ان الثرومبوتيك ثرومبوسيتوبينيك بيربرا ثرومبوتيك مايكرو انجيوباس اوف ثرومبوتيك سيتوبينيك بيربرا تايب المشكله بتبقى في البون والبرانك ايه فاكتور. بيبقى مالتي بيبقى حجم كبير من المولكيول بتاعت البون والبرانك فاكتور بيبقى سببها نقص فاكتور معين اللي هو بيصغر حجم البون والبرانك فاكتور ده. البون والبرانك فاكتور بتلزق فيه البليتلتس. لو هو سريدز طويله هيعمل كتل كبيره من البليتلتس تتكون وتقفل الكابيلرز. ايه اللي بيخلي بيمنع البون والبراند فاكتور ان هو يبقى سريدز طويله؟ اللي هو الادمز 13 الانزيم ده. نقص الانزيم ده هيديني لارج سايز بون والبراند فاكتور ده اللي بيلزق البليتلتس ببعضيه. طيب بالتالي بيحصل ثرومباي فيرست فولد بعد كده يحصل ايه؟ المشكله في الفيسكس. لكن الهيموليتيك يوريميك سيندروم الاول بيحصل اندوثيليال انجري وبعد كده تحصل الثرومبس. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ يبقى الهيموليتيك يوريميك سيندروم في حاجه بتعمل اندوثيليال انجري ودمج للاندوثيليوم ورفنس وبالتالي يحصل عليها ايه؟ ثرومبس. يبقى دي ايه؟ الثرومبس نتيجه الانجري. الانجري دي سببها ايه؟ ديفيشنسي اوف فاكتور اتش. يبقى اذا الثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا سببها ديفيشنسي اوف ادمز 13 الهيموليتيك يوريميك سيندروم يا اما يكون توكسنز او ديفيشنسي اوف فاكتور اتش. كلام كتير كتير بقى من تاني خلاص سمبليفايد بقى عشان نخلص. بنقول ان الهيموليتيك يوريميك سيندروم عند الاندوثيليال سيل ماشي يا اما يكون يحصل لها دامج بايه؟ يا اما توكسنز شيجا توكسنز نتيجه الدياريه شيجيلا بتدي توكسنز توكسن يبقى دي هي دياريه بوستيف هيموليتيك يوريميك سيندروم. او ايه؟ اكسسيف اكتيفيشن للالترناتيف كومبلمنت باس واي خلاص ديو تو ايه؟ فاكتور اتش انهبيشن او ميوتيشن خلاص. فدي بتدينا الدياريه نيجاتيف هيموليتيك يوريميك سيندروم ده سواء دي او الانجري الخاصه بالفاكتور اتش الاثنين يعملوا ايه؟ دامج تو ذا اندوثيليوم وسبسيكونت ثرومبوس. ده ملخص وبسيط جدا وشامل لايه؟ ازاي الهيموليتيك يوريميك سيندروم يحصل. بيبدا بدامج للاندوثيليوم بحاجه من اثنين يا اما توكسن يا اما ديفيشنسي اوف ايه؟ اوف فاكتور اتش. في النهايه دامج الاندوثيليال سيلز يحصل عليها ايه؟ ثرومبوس. هنتكلم بقى على بالتفصيل على الهيموليتيك يوريميك سيندروم. يبقى ثرومبوتيك مايكرو انجيوباسي اوف هيموليتيك يوريميك سيندروم طبعا. الاسباب بتاعته ايه؟ يا اما تكون دايريا اسوشيتد هيموليتيك يوريميك سيندروم ماشي؟ دايريا اسوشيتد بالشيجا بالشيجيلا بتدينا ايه؟ بالايكولاي بتدينا الشيجا توكسنز اند ايه؟ البيرو توكسنز. في اذر انفكشنز ثانيه تدينا نيورومينيليز اذر توكسنز يعني ساعات الهيومن ديفيشنسي فيروس اميون ديفيشنسي فيروس. المهم ايه الحاجات تطلع لنا توكسنز. في عندي الدايريه نيجاتيف زي ما قلنا اللي هو الايه الاتيبيكال فاكتور اتش ديفيشنسي او دراج انديوسد ممكن في بريجننسي اسوشيتد زي الهيرب سيندروم زي البربيوريوم اسوشيتد بريجننسي اسوشيشن. في عندي سوبر امبوزد اون اكزيستنج ديس اوردر مع المالينجنسي مثلا في اون توب اوف مع ترانسبلانتيشن يجي في دراجز اللي بتستخدم في ترانسبلانتيشن زي السايتوسكورين ممكن يعمل هيموليتيك يوريميك سيندروم. يبقى احنا عندنا الهيموليتيك يوريميك سيندروم يا اما يكون ايه تيبيكال اللي هو الايه اللي هو الشيجا توكسن لايك انديوست هيموليتيك يوريميك سيندروم ده بالدايريا بوزيتيف او ايه دايريا نيجاتيف. مفيش دايريا في حاجات تانيه بقى موجوده كتير اللي احنا قلنا عليها وقلنا اهم حاجه عندنا ايه اللي هو فاكتور اتش ميوتيشن ده بتبقى اتيبيكال هيموليتيك يوريميك سيندروم.
طيب ازاي الدايريه ديت بتعمل الهيموليتيك بريمينج سيندروم؟ لا عايزين نقول ان ديت معظم الحالات بتاع الهيموليتيك بريمينج سيندروم اللي بنقابلها، وبجد حرام يعني حرام جدا ان نلاقي طفل جاي وفقد الكلوه بتاعته في ايام عشان اكل اكله ملوثه بره، وبيحب بتبقى كتير، او قبل بتبقى مثلا في المستشفى كذا واحد كذا طفل عندهم، ان الطفل مجرد ان الاكل ملوث، يعني ده الاكل في ايدي الناس في الشارع ما عندهمش اي فكره عن العنايه، او ساعات الام نفسها ما عندهاش فكره عن النظافه، حاجه زي كده وحاجه بسيطه ممكن تضيع ايه كيلو الطفل في الاوف، اي اوف في ساعات يجي كل حاجه بايد يبقى فرينا الفاجر. فنقول ان التوكسن ميديتد يبقى دايريا بوزيتيف الهيموليتيك بريمينج سيندروم التوكسن ميديتد ديزيز، سببه ايه؟ الايكولاي بكتيريا دي بتطلع شيجا توكسنز، ماشي؟ دي بكتيريا انفكت ذا لارج انتستنت بتعمل دايريا، هتدستركت ايه البراش بوردر بتاع المايكروفيلاي دي الايه الايكولاي. نقول ان التوكسن ده له A and B parts. ال B sub unit بتاعته دي باين specific glycolipid موجود على host cells، المهم اسمه ايه GB3 هو يعني specific له وبيدور عليه، وممكن يفضل متشال على اي خلية على red cells على neutrophils طول ما في circulation لحد ما يلاقي organ او tissue very rich في الايه GB3. الجي بي 3 بقى ده مين ايه الاورجان اللي هو ريتش ان جي بي 3؟ الكيدني. الكيدني بالذات فيه 50 مره اكتر من اي تيشو الايه الجي بي 3 ده، يبقى ليه بالذات الهيموليتيك يوريميك سيندروم هيأفكت الكيدني؟ لان ده الريسبتور اللي هو عايزه الجزء من التوكسن اللي هو البي بارت اوف التوكسن بيدور عليه. الكيدني فيها 50% 50 تايم اكتر من اي تيشو تاني، يروح سايب بقى اي حاجه ومتحمل عليها ويروح رايح للكيدني. امال الاي سب يونت بتاع التوكسن ده بيعمل ايه؟ ده وظيفته ان هو ايه باينز للرايبوزوم ديستربت البروتين سينسس. سي سي بي از فور انون ريزون بريزنت ان جريتر اماونت في رينال ابيثيليال تيشو تو ويش رينال توكسيستي اوف شيجا توكسنز از اتريبيوت. شيجا توكسنز بروسس ذا جاسترو سباينال ابيثيليال انتر سيركيليشن and target cells which possess a GB3 receptors. يقولوا ان هو بيبقى متشال على نيتروفيلز او متشال على بليتلتس، المهم ايا كان هو متشال في السيركيليشن على سيلز، مجرد ما بيلاقي الكيدني تيشو يروح له. يبقى قلنا ليه هو الكيدني بالذات، عرفنا ايه السبب. شيجا توكسين كروسز الاول ايه الجاستروسترال ابيثيليوم وانتر السيركيليشن، هيروح على السيلز اللي هي طول ما في السيركيليشن بيدور على الريسبتور بتاعه. يبقى هنا اهوت هو في الاول في اليومن الايكولاي طلعت التوكسنز، التوكسنز عمل ديستراكشن وبرفوريشن للانتروسايت اللي هي السيلز الابيثيليال سيلز اللي بتبطن الانتستين. بعد كده ايه اخذ طريقه على البلد منها وراح للبلد اتشال على البوليمورف نيوكليير لينكوسايتس او الريد سيلز، وفضل ماشي بعد كده في طريقه لقى البلاد عدى على الكيدني، هيسيب اللي هو فيه بقى ويروح رايح للكيدني. احنا قلنا الاتيبيكال فورم وقلنا حكايه الايه الفاكتور اتش خلاص قلنا ديت. قلنا ان في بعض الباثوجينز بتميس يوز الفاكتور اتش وبتاخده عشان ايه المايكروبس دي ايجاد، يعني بتاخد فاكتور اتش ده وايه وتعمله كاموفلاج تخدي بيها نفسها وتستخدمه هي تحت ايه بحيث تحتمي بيه من الكومبلمنت اتاك. طب التارجت اوف انجري هو عندنا ايه؟ اندوثيليوم بتاع الانترلوبيور ارتريس والارتريولز والجلوميرال كابيلز. يبقى احنا عندنا هنا التوكسين بقى هيأتاك ايه؟ الاندوثيليوم بتاع الفيزلز والكابيلرز بتاعت البروميلولاي، خلاص؟ هيعمل انترا ميورال انفلاميشن از ابسنت، مفيش انفلاميشن
عشان افرق بين ايه وايه؟ عشان ده مش فاسكولايتس، ده دامج بتوكسن وبعد كده سوبر امبوز عليه ايه؟ ثرومبوز. يبقى احنا ما احناش في فاسكولايتس، ده مجرد دامج للاندوثيليوم بتاع البلوك فيسلز. اللي كذا مره بنقول عشان بنيجي نقول الفاسكولايتس، فاسكولايتس يعني لازم الاقي ايه؟ انفلاماتوري انفلتر. يبقى السيكونس اللي هتحصل عندنا اندوثيليال دامج باي تريجرنج ايجنتس، بعد كده انتيمال سويلنج باي اكيوميليتد ماتيريال. يبقى الدامج اندوثيليوم حصل لها ايه؟ دامج. طبعا في فلويدز هيدخل هيعمل سويلنج للانتيمال. دلوقتي السب انتيمال تيشو اتعرض في البلاد فيزل، دلوقتي البلاد والبليتس اتعرضت لايه؟ للسب اندوثيليال تيشو. هيحصل كواجيوليشن وزين ذا فيزلز اند ذا فاسكولار لومنز and the sequelae of vascular occlusion. يبقى حصل thrombus وايه؟ vascular occlusion. Increase result of endothelial damage زي ما قلنا. Damage للendothelium results in edema في fluffy material. ونشوف ده بقى نعرفه ليه؟ لان هنشوف ده في البيوبسي. الاندوثيليوم هيفوت الايه؟ الفلافي ماتيريال والفايبرين and other coagulation proteins in the intima of the small vessels داخل التيشو and the arterioles and subendothelial zone of glomerular capillaries. يعني هنشوف subendothelial area وهي ايه؟ widened with fluffy material. بعد كده يحصل coagulation may be a direct reaction لايه؟ endothelial damage and the platelet aggregation. Intralumeral fibrin thrombi are found in the glomerular capillaries and the small arteries and arterioles. يبقى احنا عندنا ده كده النورمال اهو glomerular capillary. هنلاقي هنا ايه؟ ادي الاندوثيليوم اصفر ده ماشي. حصل الانجري، حصل ليكج اوف فلويدز في السب اندوثيليال اريا، نادي الحته دي فلويد وهنا في ثرومبوس بقت موجوده. الثرومبوس دي ثرومبوزس عاديه عباره عن ايه؟ فايبرين. فايبرين انتانجلينج الايه؟ البلاد سيلز. يعني لو احنا كبرنا كابيلاري كبيره قوي مثلا اهي باللايت ميكروسكوب، كابيلاري اهي هنا الاندوثيليال سيل، المنطقة دي كلها سب اندوثيليال، هنلاقيها مليانة ايه؟ فلافي ماتيريال. هنقول ان الثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي التريجر اوف فاسكولار انجري قد يكون دايريا بوست التوكسنز بتاعها، توكسنز بيروتوكسن او نيوراميليديز، او دايريا نيجاتيف زي ما قلنا انتي بودز، انتي فوسفوليبيد انتي بودز، انتي اندوثيليال سيل انتي بوديز، انتي بوديز للكومبلمنت كنترول بروتين، ممكن مالينت هايبرتنشن، ممكن فاكتور اتش ميوتيشنز اند انتي بوديز. فكل الكلام ده هيحصل ايه؟ هيعمل ايه؟ اندوثيليال انجري، لوس اوف اندوثيليال انتي ثرومبوتيك انتي كواجولان ريزيستنس، فايبرين ريد سيل ريتش ثرومبول، يحصل كواجوليشن في اليومن اوف الكابيلاري وفاسكولار اوكلوجن. دي ملخص الاحداث اللي ايه؟ اللي بتحصل في الهيموليتيك بريميك سيندروم. نيجي للثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي اوف ايه؟ اوف ثرومبوتيك ثرومبوسيتوبينيك بيتروتايب. الثرومبوتيك ثرومبوسيتوبينيك بيتروتايب بنقول ان المشكله بتبقى في الايه؟ في الفون والجراند فاكتور. الفون والجراند فاكتور كليفنج ميتالو بروتيز اللي هو الادمز 13، ده فيه مشكله. فبالتالي بيديني لارج ايه؟ فون والجراند مالتيمرز. ثريدز طويله على طول بيتلم كل الايه؟ البليتلتس في كتله واحده، يحصل بليتلت اجريجيشن اند البليتلت ريتش ايه؟ ثرومباي وانفيرد ريموفال اوف فايبرين. ده بالتالي بيحصل كو اجريجيشن داخل البيزلز اند ذا سيكول اوف فاسكولار اوكلوجن. يبقى ما بداتش فاسكولار انجري بالاندوثيليوم، بدات بايه؟ بتكتل لايه؟ للبليتلت. ده برضو ايه؟ ملخص الكلام احنا كله. هنقول عندي هنا ده اللي هو ايه؟ الادمز 13 اللي هو المثلثات دي اللونج ثريدز اوف هوم جراوند فاكتور. ايه المفروض النورمال ان هي تبقى ايه؟ شورت، مثالي على معاها عدد قليل من البليتلتس. لما تبقى لونج ثريدز بتكون حواليها كميه كبيره من البليتلتس وقلود ايه؟
الكابيلارز. بومج براند فاكتور از لارج اون مونتمير جلايكوبروتين موجود في الايه في البلازما produced continuously as ultra large molecules in the endothelium and the subendothelial tissue. يعني احنا عندنا هنا البومج براند فاكتور هنا موجود ايه السب اندوثيليوم وموجود في السيركيليشن وبيتشال عليه ايه فاكتور كمان وماشي في السيركيليشن. لو هو البومولي براند فاكتور ده ما اتكسرش حتت صغيره هيخلي بليتلتس تاجيجيت في كميات كبيره كده. يبقى احنا عندنا هنا ادي بليتلتس هنا البومولي براند فاكتور هو العامل الاساسي اللي بيربط البليتلتس ويشدها ويخليها تترسب على السيرفس بتاع ايه؟ بتاع الاندوثيليوم. نيجي نشوف الميكروسكوبيك بيكتشر بتاع الثرومبوتيك مايكرو انجيوباس. في عندي ليجن هيبقى في جلوميرولوس، في عندي في الانتريس الاكريولز، في ممكن يحصل في الكورتيكال ميكروزس. In children, glomerular thrombotic microangiopathy هو المين تايب. In others, renal changes are mainly arterial أكثر منها glomerular. Patients with predominantly glomerular change لما الاقيها glomerular بس يبقى أحسن شوية أما يكون glomerular وإيه vascular damage. يبقى vascular damage هيبقى له poor prognosis. برضه دي الدياجرام ده حلو بيبين لنا هنا ايه ادي الفونولي براند فاكتورز هنا البليتلتس المفروض الادمز 13 هنا لما يكون الفونولي براند فاكتور شورت ثريدز بعض يبقى عدده اقل من البليتلتس هتبقى اتاتش له. لو هو لارج لونج ثريدز في كميه البليتلتس والكتله بتاعه الايه بتاعه الثرومبس اللي ايه اللي اتكونت ده نفس الكلام برضه ايه بيوضحه. يبقى احنا عندنا نفس الدياجرام اللي فات بس بيبين هنا ان مفيش انجرد اندوثيليوم ما عنديش هنا سب اندوثيليوم سبيس ما هوش وايدن. يبقى انا بالالكتروميكروسكوب اما الاقي سب اندوثيليوم سبيس مليان فلافي ماتيريال وايدن او ابص عليه عشان اقدر افرق بينه وبين ايه الثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربر. لان معنى ان السب اندوثيليال سبيس مليان في فلافي ماتيريال معناها ان في انجري ودمج حصل في الاندوثيليوم وليكج اوف فلويد داون. احنا فهمنا الادم السيركتين ده وظيفته ان هو بيكسر من غير تفاصيل بقى في الجينيتكس وكده ان هو وظيفته بيكسر البومولي براند فاكتور. تعالوا نشوف بقى الميكروسكوبيكالي. بس الاول بنسال سؤال which of the following specific or pathognomonic thrombotic thrombocytopenic purpura. هل المايكرو انجيوباثيك هيموريديك انيميا لو لقيتها يبقى ده شور ثرومبوسايتوبينيك بيربرا؟ هل الثرومبوسايتوبينيك بيربرا مع بيربرا؟ هل acute renal insufficiency؟ هل neurological abnormality؟ هل fever؟ ايه اللي في دولت بس specific مفيش حاجه فيهم؟ ها؟ لا هما كلهم مع بعض ايه بيكملوا بعض لكن لو واحد لوحده لا. It is rare for all these features ان انا اشوفهم مع بعضيهم. Diagnosis should be suspected for any patient عنده thrombocytopenia and microangiopathic hemolytic anemia. خلاص؟ طيب اعمل ايه؟ Step 1 exclude drugs. لما الاقي patient عنده كده اكسكلود ان هو بياخد drugs معينه هي اللي عامله كده. لان احنا عرفنا البيكشر دي ما بتبقاش سبيسيفيك بس لايه؟ للثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا. اول حاجه اكسكلود ان في دراجز خلاص؟ يبقى عندي انيميا ثرومبوسايتوبينيا ريتيكولوسيتيك كاونت وايه؟ والبيليروبين هلاقيه عالي ها؟ ال دي اتش. تاني حاجه اشوف الاوتو اميون هيموليسيس لازم نعمل الكومبس تيست اكسكلود ان الانيميا دي سببها ايه؟ ان الهيموليسيس ده سببه ايه؟ اوتو اميون. نعمل ايه؟ الكومبس تيست نشوفه نيجاتيف ولا بوزيتيف. لو هو نيجاتيف
لو شوف في شي سكوتايز ان ذا بلاد فيل يبقى شوف ايه اذر كوزز للثرومبوتيك ايه مايكرو انجيوباسي، لو بوزيتيف يبقى ده اوت اميون ايه اميونوسيس. الفراجمنت ابسيس مهمه جدا ان انا اشوفها في ايه اللي هي شي سكوتايز اشوفها في البلاد فيل. بعد كده نشوف الكواجوليشن بروفايل، هل هو مشكله في الكواجوليشن ولا لا؟ ماشي؟ اكسكلود اذر كوزز، مالجنت هايبرتنشن، مالجنت هايبرتنشن ممكن يعمل لي صوره زي دي، بس العيان ده بيبقى ايه؟ نقط مهمه جدا، البيشن ده عنده سيفير هايبرتنشن، فور اكزامبل مثلا سيستوليك اكتر من 200، اكستريملي انلايكلي ذات البيشن ويز ثرومبوتوسايتوبيديك بيربلا الون بريزنت سيفير هايبرتنشن كده. لو لقيت العيان عنده سيفير هايبرتنشن اعرف ان الصوره ديت من الكواجوليشن والمشكله اللي عنده دي سببها المالجنت هايبرتنشن، ممكن يدي هيستولوجيكالي صوره مماثله. البري اكلامسيا اكسكلود البري اكلامس لان بلاقي بلاد بريشر ريسنتلي اليفيتد وبعد ايه افتر جستيشن ان بريجننت وومن. اولزو بريجننسي از ريسك فاكتور للثرومبوتيك ثرومبوسايتوبيك بيربلا وبروتينوريا can be present. Patients with thrombotic thrombocytopenic purpura generally have a ما عندهمش الهايبرتنشن. سيبسس، هل البيشنت عنده سيبسس ولا لا؟ هل عنده اي اوتو ميون ديزيز ولا لا؟ الحاجات دي كلها شو بي اكسكلودد. طيب الانفكشنز، فايرال انفكشن مهمه جدا ان انا استبعدها، الهربس الحاجات دي. Is it recommended ان احنا نقيس الادمز 13 ليفل اكتيفيتي والانتي ادم 13 انتي بودي بيفور ستارتنج المانجمنت؟ هو ريكومندد ان احنا نقيسه ريكومندد، بس هل استناه بقى؟ لا ما استناهوش. از اسينشال تو هولد المانجمنت لحد ما تطلع النتيجه؟ ها؟ لا دونت ويت، لازم ابدا على طول الايه البلازما اكسشينج. خلاص؟ بلازما انفيوجن اور اكسشينج از ذا مين ستيب اوف تريتمنت، اهم حاجه نبداها على طول. اعمل انفستيجيشنز واعمل كل حاجه معينة، كل اللي اقدر عليه اعمله ماشي، لكن هل استنى النتيجه؟ لا، ندي العلاج على طول عشان ايه؟ لان دي حاله ايه خطيره. طب الايديال تايم تو ستارت البلازما اكسشينج امتى؟ افتر كونفيرمينج دايجنوزس ولا بعد مثلا 24 ساعه تو انشور هيمودايناميك ستاتس اوف ذا بيشنت، ولا مثلا 4-8 ساعات، ولا نو افيلابل ريكومنديشن؟ الجايد لاينز بتقول ايه؟ بتقول في خلال 4-8 ساعات من الدايجنوز بيكون باتيني تريتمنت ما بتستناش. انتوا بتعملوا ايه؟ لازم اكسشينج، هتشيل الانفيترو انتي بوديز وهنسبلاي ايه؟ لو كان في انتي بوديز موجوده اجنست الادمز 13 وهتريبليس من الدونر بلازما اللي اخذها، هتديله شويه ايه؟ فاكتورز بحيث يعدي المشكله دي. تعالوا بقى نشوف البيكسر مايكروسكوبيكالي بتبان على شكل ايه. احنا بنقول في جلوميرولر افكشن، في ارتيريال، ها ممكن الاقي نيكروز هنا اللي احنا شايفينه هنا ايه؟ الجلوميرولاي ماركتلي انجورجد بالبلاد، ده اللي احنا شايفينه. في بعض السويلنج في الميزانجم نفسه وجروت كده لكن من غير هايبرسيلاري، لكن شايفين هنا ايه؟ انجورجمنت اوف ذا كابيلاريز بالريد سيلز. خلاص؟ بنسميه ده ايه؟ جلوميرولر باراليسيس، انها مليانه بلاد مش عارف تتحرك منها. ممكن الاقي البلاد، الاقي هنا دي اريا اوف نيكروزس والريد سيلز ايه ريليز، بلاد فيزلز الاقي فيها نيكروزس اهي. هنا دي فرد من الكابيلاريز نيكروزس، ادرينويد نيكروزس. يبقى ايرلي ليجن بلاقي جلوميرولر كونجيشن باترن، وبلاقي بعدها الميزانجر باترن. احنا قلنا جلوميرولار كونجيشن الاقي ان الكابيلاريز مليانه بلاد وبنسمي دي ايه؟ جلوميرولار باراليسيس. سام كابيلاريز شو اكسترا بوزيشن اوف ريد سيلز، تلاقي بعض الريد سيلز موجوده ايه؟ في الميزانجر فري كده. This appearance is typical of diarrhea post hemorrhagic renal syndrome، لكن برضه ايه؟ ما اقدرش اقول انها شور يعني. يبقى ادي البلاد ولاقي حتى قلنا البلاد سيلز موجوده ايه فري في الميزانج. شايفين الصوره دي؟ نيجي بقى ايه الميزانجال باترن،
دي ستيل فوسفون جستريك اسيد هيموتوكسين بين اريز اوف نيكروزس مثلا، وبرضه بتسبغ الريد سيلز باللون الازرق. طب باين هنا عندي الريد سيلز فري في الميزانجيا، واضح ان هنا الكونجيشن، واضح ان الريز فري ريد سيلز. نيجي الميزانجيا الاقيه بقى بروت فايبريلاري، الميزانجيا نفسه شوف عاملين ازاي، لانه وايدن برضه الاديمه فلويد وحاجات. وبعدين بلاقي ايه كمان؟ ممكن نلاقي دبل كونتور ابيرنس. ايه سببه؟ شايفين هنا الميزانجم عامل ازاي؟ الكابيلاريز الاقي فيها دبل كونتور ابيرنس. ليه؟ الاقي المنظر ده. احنا قلنا فيه ايه؟ انفيوجن بالظبط كده، انتيمال سب انتيمال انفيوجن لايه؟ للفلويد، فبالتالي بيوسع الايه المسافه بتاعه الايه الصف الميزيل. يبقى الدبل كونتور ده ما هوش اميون ديبوزيتس خالص، ده عباره عن ايه؟ اديما فلويد متجمعه في الصف انتيما. واضح هنا؟ واضح هنا؟ وهنا دي اريا اوف فيبروزس او ميزانجيولايسس، اريا اوف سوري اوف نيكروزس في الميزانجيا. طب هنا في ايه؟ ريد سيلز موجوده في ايه؟ انتراميمبرين، ثابت مكانها حتى طبعا في نيكروزس وكده، وانت قلنا ريد سيلز لقيناها في الميزانجيوم، يبقى انا عندي هنا ريد سيلز ايه؟ موجوده حتى في داخل الانتراميمبرين، داخل البيزمنت ممبرين. بالالكترون مايكروسكوب هنا شايفين ايه؟ دي ايه؟ وايدنينج ذا سب اندوثيليال اريا، تحت الاندوثيليوم سب اندوثيليال سبيس بايه؟ مش ديبوزيتس بقى المره دي، فلافي ماتيريال واديما فلويد. ماشي؟ حتى هنا ار بي سيز عندي او انترا ميمبرنس اهي، انا حطها مع الصوره دي عشان ايه؟ يعني دي يمكن هو اكيد في ديفيشنسي في اي حته اللي في نيكروزس وار بي سي راحت هنا وراحت في الميزانجيا، بحس ان انا الاقيها تحت في الصف النسيه الاريا وباينه بلايف ميكروسكوب. ده ارتريول بلاقي فيه هنا ايه؟ نفس الكلام زي ما حصل في الجلوميرال كابيلاري، الاقي صف النسيه سواء صف انتيمال اكيوميليشن اوف ايه؟ اوف كلير فلويد. كل الاريا دي صب اندوثيليا فيها ايه؟ فيها بليتلتس، الاقي كمان بليتلتس موجوده، يبقى في فلافي ماتيريال، في بلمويد ماتيريال، بلاقي ريد سيلز، الاقي بليتلتس موجوده في الصب اندوثيليا. ده سبب هنا بقى، ده سبب الايه؟ الدبل كونتور ابيرنس. ها؟ شايفين دبل كونتور ابيرنس اللي بنشوفه ممكن له كام سبب بقى من ساعه ما بدانا نتكلم؟ لا دي مش ار بي سيز، دي زي بليتلتس. يبقى ديت ايه؟ كانت جلوميرال تشينز، جلوميرال تشينز اول يبقى ايرلي، الاقي ايه؟ جلوميرال باراليسيس وانجورجمنت بالريد سيلز، الاقي ارياز اوف نيكروزس. ماشي؟ بلاقي الدبل كونتور ابيرنس سببها انسيبيشن اوف فلويد لما حصل دامج للاندوثيليوم، فلويد اتجمع في الصف انتيما. ماشي؟ ممكن الاقي ايه؟ بليتلتس، بنلاقي ريد سيلز. نيجي الارتيريال تشينجز في ثرومبوتيك مايكرو انجيوز، بنلاقي الارتيريال تشينجز موجود في الادلتس، موجوده في التشيلدرن، از مور اوفن سين ان ايه؟ نون جيروتوكسيك فورم اوف ميريتيك ريميك سيندروم او ثرومبوسيتوبينيك بيربرا. الارتيريال ريجن ده اند از تيبيكالي اسوشيتد with سيفير هايبرتنشن، معاها سيفير هايبرتنشن. لدينا بروجنوزس فور سيفير ارتيريال انفورمنت از بوف، يعني ما بلاقي جلوميرال ريجن بس يكون معقول ما بقاش مارك نيكروز، طبعا البروجنوز بيبقى احسن. ما الاقي ارتيريال ريجن لان بعد كده القطر ده هيهيل بايه؟ الهيلينج بتاعه عباره عن ايه؟ هيتقفل، يبقى هيعمل لي اسكيميا، عشان كده البروجنوز بتاعه مش حلو.
في نيكروزس، في هيمورج، صح؟ ممكن كمان ثرومبس، ممكن ثرومبس. الدلول التاني ده في ايه؟ accumulation of material، الماتيريال اللي هي فلافي ماتيريال تحت ايه؟ تحت الانزوديه، يبقى انزوديشن اوف ماتيريال سب ايه؟ سب اندوثيليوم. خلاص كل ده عامل لنا نارمينج ليه؟ لليومن اب بلو. ساعات الماتيريال دي تبقى ميوكويد، يعني سبب بتزيد بالايه؟ بالاكشن بلو، فديت عباره بيقول لك ميوكويد ماتيريال انتيمال ميوكويد. يبقى الانتيمال ممكن تحوش فيها فلويد، ممكن تحوش فيها ديبرز، فايبرين، ريد سيلز، ممكن تبقى ايه؟ ميوكويد ماتيريال. شايفين الابتريوم بقى فيري نارو، ها؟ واكيوميليشن اوف ماتيريال، ليه الماتيريال هنا اهي؟ هنا بقى ايه؟ عندي هنا انتراميورال، ايه؟ هيمورج، انتراميورال يعني البريد سيلز سابت مكانها في اليومن وتبعت الطريق البروتيك تيشو ومشيت داخل التيشو. المفروض الريد سيلز مكانها ايه؟ انا بقدر اشوف اي سيكشن في البلد فيزلز ريد سيلز جوه اليومن بس، لكن لما الاقي الريد سيلز بره كده وبقت انتراميورال معناها ان في ديستراكشن وريد سيلز خرجت وبقت انتراميورال. زائد اذا هنا في نيكروزس وفي انتراميورال انفلتريشن بالريد سيلز، هنا عندي الايه اللي هو الميوكويد انتيمال ديجنريشن، بقى بنلاقي السب انتيما فيها كلير ماتيريال ديت اللي ممكن تبقى ايه؟ ميوكويد ماتيريال. زي هنا برضه وهنا وهنا، ماشي؟ يبقى كل ديت ايه؟ ابريورال تشينجز في حالات الثرومبوتيك مايكرو انجوكس. بدأ بقى يحصل ايه؟ فايبروزس. الكلام اللي احنا شفناه ده كان الاكيوت فيز، بدا هنا يحصل لنا يحصل ايه؟ فايبروز. لما يحصل فايبروز اليومن ده هيروح فين؟ اتقفل، يبقى في عندي ايه؟ اسكيميا. واضح؟ يبقى بدا يحصل ايه؟ الفايبروز في الايه؟ في الابتريول. عشان كده بقول الرموز بتاعها اثبات. شايفين البيزنس دي؟ شايفين الميوكويد ماتيريال هنا؟ الكلير ماتيريال دي؟ هنا فايبر انتيمال بروليفريشن، بدا بقى الفايبروزس الاكيوت فيز راحت وبدا الكرونيك فيز، وبدا هنا ايه؟ فايبروزس اند اوكلوجن اوف ذا هيومن. دي كرونيك ستيشن. بقت اورجنايزد خالص واتقفلت تماما، اصبح الاقي الفيزنس في الحاله ديت اللي هي ايه؟ عبارة عن دايرة كده مغلقة خالص مقفولة مفيش حاجة بتعدي منها. أحيانا نلاقي ايه؟ يجي لنا الحالة فيها بقى المانفستيشنز وكل حاجة والهيموليتيك أنيميا والهيستروغيريا وكده، وبعدين ألاقي ايه؟ ألاقي كومبليت كورتيكال نيكروز، طبعا فيري باد بروجنوزز، كومبليت كل حاجة فيها ايه؟ نيكروز خلاص. دي كانت بلوميرلوسايت، كانت بس بقت نيكروتيك، الكورتس كل التيوبيولز بقت نيكروتيك، فده ايه؟ كورتيكال نيكروز. شايفين هنا بلوميرلوس مكانها خلاص بقى نيكروتيك. الثرومبوتيك ثرومبوس اللي فات ده كان اكتر ايه؟ هيموليتيك بوليميك سيندروم. ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، بلاقي بتتميز ان انا الاقي مايكرو ثرومباي في ايه؟ في الكابيلاريز. المايكرو ثرومباي دي عباره عن ايه؟ بليتليت اجريجيتس. لكن الهيموليتيك يوريميك بيبقى ايه؟ الاجريجيتس ثرومباي ثرومبوز فايبين بلاد. فالجين دي بتبقى اساسا ايه؟ بليتليتس. ما بشكرش التفاصيل البري اكلامسيا بصراحه لان هي حاجات ثانيه كتير قوي. كنت عايزه اوريكم في حاله برضه هيموليتيك بيراميد سيندروم. شايفين منظر ماركت ايه؟ نيكروزس للميرال تيبيولز
في المنظر ده. دي area of cortical necrosis. بعد الجلوميرولاي هنا فيها ايه؟ double contour appearance. بيقول لي ان ده هيموريديك جلوميرولاي سيندروم، ببقى ادور عليه واشوفه ايه. مهم جدا بالذات في الايرلي كيسز ان الاقي كونجيشن اريا صغيره فيها نيكروزس، الاقي بقى دبل كونتروز ابيرنس مع الهيستوري، يبقى ده بيعرفني ان احنا كده ايرلي هيموريديك جلوميرولاي سيندروم. يبقى الحاله اللي فاتت ديت ايه؟ كورتيكال نيكروز. الحاله الثانيه ديت ديت هنا الحاله دي برده جايه بالهيستوري ده. شوف الهيستوري بتاعها بيقول ايه؟ الهيموريتيك جلوميرولاي ده جلوميرولاي الحاله الثانيه. الحاله دي فيها 25 جلوميرولاي، لكن اللي انا شايفاه فيها هنا ايه؟ تكون الماركس كونجيشن برودنينج اوف ذا ميزانجيوم. ماشي؟ في اريا اوف نيكروزس. ها؟ في هنا نيكروزس اهو. رغم ان هي ايرلي يبقى ناخد بالنا، نلاقي كونجيشن قوي ادور على اريا اوف نيكروزس اشوفها. هنا الميزانجيوم جاي بقى برود، وادني الميزانجيوم هنا شايفين هنا دي. هل ده نورمال ميزانجيوم بالمنظر ده؟ ستيزيس بتاع البلد، فدي جاست ايرلي وجلوميرولر تايم. برضه نفس الكلام، يعني شايفين الحاجه اللي بتميز في الاول خالص يلفت نظرك الماركت كونجيشن. هنا في ايه؟ في ثرومبس. ثرومبس قفل هنا ايه؟ القطر في المدخل بتاع الايه؟ بتاع الجلوميرولس. هنا دي ثرومبس، دي ثرومبس، لكن هنا دي تيوبيول ودي هايلايند باس، دي مش قطر، ده تيوبيول. لكن دي القطر از هايلاند واوكلودد بايه؟ بثرومبس. عندنا في بعض النيتروفيل انفلتريشن، احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده وديستراكت الاندوثيليا وجود ايه؟ نيتروفيل انفلتريشن. شايفين هنا في ثرومبوس اهي، وهنا في بعض النيتروفيلز برضو. نسيها هايبرسيلاريتي وعندي نيتروفيل انفلتريشن، في بعض الثرومباي قافلة الكابيلاريز والبلاد فيزلز. في الحالة دي شايفين الاندوثيليوم هنا مفروع من مكانه ازاي؟ في هنا دامج للاندوثيليوم. اذر فيزلز الاندوثيليوم اتاتشد وانجرد وحتى بروليفريتد. هنا في دامج للاندوثيليوم. بعد كده في انسيديشن اوف ميوكويد ماتيريال موجودة تحت الانتيما. الاتريولز هنا بقت بعضها فايبروز واوكلودد with narrow lumen. ده ايه؟ هنا ايه؟ fibrinoid necrosis. fibrinoid necrosis tubules دي فيها ايه؟ shaded epithelium. هنا acute tubular injury طبعا associated مع الـ مع الميوتيك يوريميك، هيبقى فيه ايه؟ acute tubular injury. طيب نيجي بقى للالكترومايكروسكوب. لا هي مش محتاجه، مش هيستنى طبعا تكتب الكترون، بس الفكره ان هي كانت بعتت الالكترون وفحصتها طبعا فلازم اشوفها. هنا شايفين هنا البيزل تمبرين هنا قد ايه؟ سكند فايبروليتد. النورمال القياس بتاعه يعني هنا شوف القياس هنا 31 كده، دي مثلا 31 لكن هنا قد ايه؟ هنا دي 74 يعني 0.474 يعني من المايكرون ده كده كتير قوي لغايه 250 كده بالنسبه للاطفال بنقول عليها ايه؟ نورمال. طيب الحاله ديت 11 دي بالجوريا دارك ويل اند جونز خلاص. المهم هي كانت شخصت ميريديك يوريميك سيندروم، بس هنا ايه
فيها بليتلت اجريجيتس مع ماتيريال تانية متلزقة معاها ماشي، وهنا برضو الكابيلاري هنا فيها ايه بليتلتس اهي، يعني في حاجات قافلة الكابيلاريز ومليانة اهي. ها؟ بالظبط كده بالظبط. مفيش صبر مش كتلة البليتلتس قد ايه؟ بتبان بلايت مايكروسكوب برضه البليتلت؟ والله ما شفتهاش، انا ما شفتهاش، بس انا لقيتها هنا يعني ايه؟ قلت اكزامبل ان احنا نحط الاكزامبل ده حلو، يعني شايف هنا الكابيلاري فيها كتلة، الكتلة دي مليانة ايه؟ مليانة بليتلتس، مليانة بليتلتس، ده عشان يفرق لنا بين الهيموليتيك يوريميك سيندروم هو اساسا عبارة عن فايبرين وسترومباي وعامل انجر الاندوثيليوم وساب اندوثيليال تيشو في ايه فلويد وبرود، لكن هنا ده اساسا ايه كتله بليتلتس قفلت الكابيلاريز. هنا عندي ساب اندوثيليال سبيس ايه هو الوايدنت هنا برضه، هنا عندي بليتلتس صح؟ برضه هنا في كتلة بليتلتس موجودة، لكن هنا في السب اندوثيليال سبيس 5 فلافي ماتيريال، وعندي هنا حتى سيلز موجودة جوه الايه؟ جوه السب اندوثيليال سبيس، يبقى مع وجود البليتلتس اللي هنا، لكن ما احنا عندنا الثرومبس العادية مش بيبقى فيها برضه بليتلتس؟ اه بيبقى فيه؟ بس هنا انا عندي سب اندوثيريال سبيس، يعني معناها ان انا عندي هنا اندوثيريال انجري، حاجه من اثنين، يا اما اصلا اندوثيريال انجري وثرومبس وقفلت الكابيلاري، او ان هو ايه وثرومبس هتبينك بيربرا وبعد كده ليتر اون حصل الاندوثيريال انجري. بس في النهايه انا عشان اشخص ديت من دي لازم اعمل ايه؟ يكون عندي اساي للادم 13 واقدر اعرف المشكله في المعرض. طيب احنا كده تقريبا احنا خلصنا كده ايه الهيموريتيك يوريميك سيندروم، خدنا عليه اكزامبلز.